بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة هي الماء. الحمد لله، اليوم تم افتتاح به صدقة جارية وقدم من وصيم ماجد الشواهنة حفظه الله وأكرمه سخنين نعو البير للطوازي بإشراب تراحم صنابل الخير، جزاهم الله خير الجزاء وأحسن الله لهم، وسقاهم الله من حوض القوصر يوم القيامة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البير في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونسأل الله لهم الصحة والعافية. اللهم يبارك في أولادهم وذريتهم ومالهم وأهلهم وفي كل خير. اللهم يحفظهم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم تقبل هذه الصدقة وجعلها سببا لدخول الجنة ونجاة من النار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.